ميل اسهال ادخل يا سهيل، ما تشوف الباب مدلوك؟ مدلوك يعني مفتوح. ولذلك يا اخواننا بالكويت واهل البحرين واهل الامارات والمنطقه الشرقيه يقولون دلق سهيل، اي دخل سهيل. اما هلنا بالجنوب يقولون طلع سهيل، طلع من الشروق لانهم يشاهدونها الان. اما المنطقه الوسطى والمنطقه الشماليه يقولون دخل سهيل من دخول الموسم. ليش ما قالوا طلع سهيل؟ لأنهم ما رايح يشاهدون سهيل بالعين المجردة بالمنطقة الوسطى والمنطقة الشمالية. المنطقة الوسطى اللي بعد 10 أيام والمنطقة الشمالية بعد 20 يوم. عموما باتر دلوق سهيل، دخول سهيل، طلوع سهيل، ويتزامن ذلك مع وقفة عرفة. ولن يعود أي سهيل مع وقفة عرفة، ولن يعود سهيل اليوم عرفة وأيام عيد الأضحى المبارك إلا بعد 30 سنة من الآن. يعني يوم عرفة يبي يودع سهيل هالسنة. طيب سهيل هو النجم الوحيد اللي حصل فيه اختلاف. ليش؟ لأن ها هنالك نجم قبل سهيل يطلع سهيل مكذب الحسين. ويعتبر سهيل من أهم نجوم العربي على الإطلاق. لماذا؟ لأنه هو الحد الفاصل بين الحر اللاهب والاعتدال، ولهذا أسموه سهيلا لأن الأجواء تتسهل عند رؤيته أو عند دخول موسمه. ومن شدة اهتمام العرب بسهيل أنهم جعلوا له سنة تحمل اسمه تسمى السنة السهيلية، وهي سنة شمسية عدد أيامها 365 يوما. والرياح التي تأتينا من جهة سهيل يسمونها رياح سهيلية، وهي الرياح الجنوبية الغربية. وعدد أيام سهيل 53 يوما مقسمة على 4 نجوم. النجم الأول نحس بتغير في بالليل، لكن النجم الثاني نحس ببرودة آخر الليل، والنجم الثالث نحس باعتدال آخر النهار، والنجم الرابع نحس ببرودة آخر النهار.